السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. اضطريت أخوتي نسجل لكم هذا الفيديو ولو من الشارع، لأنني خارج ما كاينش في البيت. كاينة أخبار عاجلة شابكة في هذه الأثناء مخيم ولاية العيون، مخيمات الدلب تندوف، بين أباطرة وتجار المخدرات، وكاين تبادل إطلاق النار، وكاين جرحى ونقل الجرحى إلى مستشفى تندوف. المشكل طرا بين شخصين تجار كبار ديال المخدرات، واحد سميتو بوجمعة ولد أحمد السالك التوبالي، خالو وأهل بوجمعة ولد حماد، والآخر من أهل بيروك أيت موسى وعلي. غنسمعوا إن شاء الله التسريبات في هذا الفيديو. الطيح أكثر من النيض، ربما كاين قتلى، حاليا علنوا على أنه كاين جرحى، وهنا باش تعرفوا الأمن ما كاينش في مخيم تندوف. الناس الأبرياء المحتجزين في مخيم تندوف دائما كيعيشوا الرعب، لأن الكل في مخيم تندوف كيتوفر على السلاح، والسلاح منتشر بكثرة، يعني كاين الفوضى وكاين عدم الاستقرار وعدم الأمان، واللي كيهضر كيتقتل. هذا كيدل لنا بالدليل الملموس وبالحجة أنهم محتجزين ليسوا بلاجئين. سمعوا مهم هذه التسريبات، إن شاء الله عدنا عودة في الموضوع. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم، ياك لاباس خال؟ الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. لا قوم دروقوا، الحمد لله خلقت فيها ضحايا باش كان مهنة، كانت تدخل الدولة والقبائل الميلعات كانت ساكتة، والله نايمة تبرية تبرر، لا خليهم يتفارقوا يجايشوا لين كلا يحقر راسه. هاي السيبة، هاي السيبة والدروقة والقبلية وخروجه، كان عارف انه ما هو نافع. هذا خلق في ولاية العيون، خلق قبلة الولاية قبال لحياي القبليين منه. ها خلق في من اليوم هذا، هسهم قالوا عنهم تخابطوا بالطعمة. قال حد أصحاب المخدرات، واللي خلق فيهم اللي غدر من النعرية من القبائل كلها نعر على أصحابه، أكبر من ذو خد. والله زاد قاعد لا مال وياسر حتى.